شبكة طرق حديثة ومنظومة مطارات متكاملة وموانئ بمواقع استراتيجية جاذبة استثمرت فيها مليارات الريالات لتنمية اقتصادية واجتماعية، فكيف لنا أن نعظم الاستفادة من هذه البنية الأساسية المتكاملة؟ وكيف لسلطنة عمان أن تكون الرائد لوجستياً في المنطقة؟ ومن النقل إلى الاتصالات وتقنية المعلومات مع إطلاق البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي، كيف لنا أن نمضي سريعاً في تجاوز المساهمة المتواضعة لهذا القطاع إلى نمو سريع يحقق الأهداف المرجوة؟ وكأحد ممكنات رؤية عمان 2040، هل يمضي التحول الرقمي وفق ما خطط له؟ المركز الوطني للفضاء والتقنية المتقدمة والذكاء الاصطناعي كيف سيساهم في بناء قدرات وطنية تعزز الإمكانيات البشرية في هذه المجالات؟ رحبوا معي بمعالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ضيفا على الشباب. اهلا وسهلا بك معالي المهندس، حياك الله، سعيدين بوجودك. حياك الله، السلام عليكم يا اخوان، كيف حالكم؟ طيبين. تحية طيبة لكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير في برنامج مع الشباب الذي نستضيف فيه معالي المهندس وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات. أهلا وسهلا بك معاليك. حياكم الله، وأهلا وسهلا ومرحبا أخي عبد الله. وقبل البدء أحب أن أهني جمهور الشباب بهذا المركز، تجولت في أرجائه، وفي الحقيقة في أثناء تجوالي وجدت من يبحث عن الحوار الهادف، ووجدت من يحاول أن يكتسب مهارة جديدة، ووجدت من أيضا يحاول أن ينشئ شركة، ووجدت من يحاول أن يتثقف. المركز مكتمل، والحمد لله هو هدية جميلة لجمهور الشباب، وأتمنى أن يستفيدوا منه الاستفادة القصوى. وستجد الكثير معاليك إن شاء الله من الشباب خلال هذا الحوار، شباب مهتمين في مختلف المجالات. نبدأ على بركة الله معاليك، قطاعين مهمين جدا، النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وين تجد نفسك أقرب؟ يعني نورطك من البداية، تميل أكثر إلى أين؟ في الحقيقة القطاعين يعني مهمين، والقطاعين مسؤولية يعني وطنية كبيرة، وأرى أن فائدتهم للوطن متساوية. يعني خلينا نقول إذا بس المسألة، قطاع لما يعتبر من الاقتصاد المهم ولكن الاقتصاد القديم الذي سيستمر، وقطاع سوف يقطر المستقبل، قطاع الاتصالات. اللوجستي؟ القطاع اللوجستي هو من يعتبر صناعة قديمة ولكنها صناعة مهمة وتنمو الحمد لله بوتيرة جيدة في السلطنة. ويعني قضينا 50 سنة في تطويرها، وهناك مجال كبير للتوسع فيها من ناحية، خصوصا من ناحية تعظيم الفائدة الاقتصادية منها. قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات أنظر له شخصيا كقاطرة للمستقبل، قاطرة لاقتصاد المستقبل، قاطرة لوظائف المستقبل، ليس فقط على مستوى الوطن ولكن على مستوى العالم. فصعب جدا أحدد أي واحد أحب إلى قلبي، لكن يعني لابد، والذي يشغل بالي دائما أني أقضي يعني كمية مناسبة من الوقت في القطاعين، بحيث أن يعني يجدوا حقهم من الاهتمام والتخطيط الاستراتيجي والتنمية. أنا سألتك هذا السؤال لأن السنوات الطويلة اللي قضيتها في القطاع اللوجستي وفي الموانئ، يقول معالي أكثر اهتماماته في النقل، لكن أتوقع الاتصالات تقنية المعلومات تفرض نفسها أكيد في أنها تكون يعني موجودة وبقوة، وخصوصا أن هناك والحمد لله في الوزارة فريق متميز. يعني في الفترة القصيرة هذه من خلال تفاعلي معهم، وأيضا من خلال وجودي في الشركات سابقا، ليس فقط في قطاع اللوجستيات ولكن في قطاعات أخرى، كنت في يعني التعدين والمعادن وفي الاستثمار وفي النفط والغاز، دائما التقنية حاضرة، وواضح أن التقنية هي قاطرة المستقبل للعالم. واليوم في آخر 5 سنوات أو 10 سنوات
وأيضا الذي يعني يهتم ويقرأ يعرف أن المستقبل في التقنية، فمن الصعب جدا تجاهل هذا الشيء، ومن الصعب جدا يعني عدم الاهتمام بتأطيره داخل السلطنة، بحيث أن يعني وأيضا التخطيط له بحيث أنه يكون يعني قطاع يعني قاطر للاقتصاد، وأيضا مولد جيد لوظائف مناسبة للمواطنين والوافدين الذي يعني يبحثوا عن عمل على أرض السلطنة. نعم، نحن كشباب وأتوقع الشباب يتفقوا معي، نريد نتجاوز أن سلطنة عمان تتمتع بموقع استراتيجي متميز. جميل. معاليك، حتى نكون من الدول المتقدمة لوجستيا، ماذا نحتاج؟ جميل، هذه خلينا نقول الجملة هذه، موقع استراتيجي متميز، أعتقد من 200 دولة حول العالم يمكن 50-60 يقولوا نفس الكلام. في الحقيقة تم في 50 سنة سابقة، وسيتم إن شاء الله في عشرات السنين القادمة الاهتمام في يعني التوسع في الأصول، الأصول التي لها علاقة بالنقل واللوجستيات، الطرق وفي قادم الوقت السكك والموانئ والمطارات. لم يتوقف هذا العمل ولن يتوقف، لكن الذي لم نركز بطريقة يعني مكثفة عليه في سنوات سابقة، كان هناك تركيز، ولكن لابد أن يعني نعمل بشكل حثيث أكثر عليها، اللي هو تعظيم الفائدة من هذه الأصول. وكيف تعظم الفائدة من هذه الأصول؟ طبعا اليوم الوزارة فيها مركز عمان للوجستيات، المركز هذا يهتم في كيف الربط بهذه الأصول لتعظيم الفائدة. اليوم على سبيل المثال، الشركة المشغلة للمطار يعني هي شركة مختلفة عن الشركة المشغلة للميناء. نعم. والطريق يعتبر يعني أصل حكومي، لا يوجد يعني لا يوجد هناك من يغصب الربط أو يبحث عن الربط بين القطاعين. العقود كتبت بطريقة بحيث أن الربط يعني في ذلك الوقت لم يعطى حقه. اليوم مراجعة العقود تعني أننا يعني نضع المؤشرات المهمة في العقود هذه التي تؤكد على ربط المطار بالميناء بالطريق بالمنفذ البري، وإذا ما المنظومة كلها رتبت بشكل مناسب فالقطاع اللوجستي سينمو بشكل متسارع، راحين نخلق أيضا فيه نوعية أعمال متطورة، وأيضا راح يجعل القطاع جاذب أكثر للتوظيف. خلينا أعطيكم بعض الأمثلة ربما حتى أقرب الفكرة للجميع. في آخر سنة، السنة هذه في 2022، قمنا بورش للربط اللوجستي، دعينا فيها كل المهتمين، دعينا أيضا أصحاب المصلحة في المحافظات نفسها، ودعينا لها الشركات أيضا، الشركات المشغلة، ودعينا لها أيضا حتى في واحدة من الورش دعينا أخوان من إحدى الدول المجاورة. كانت هناك ورشة للربط اللوجستي في محافظة ظفار، أخرى في شمال الباطنة، وأخرى قمنا فيها في محافظة مسندم، وأخيرا قبل أسبوع كانت هناك ورشة للربط اللوجستي في البريمي لمحافظة البريمي ومحافظة الظاهرة، وتبقى ورشة أخيرة سنقوم فيها في خلال أسبوعين إلى ثلاثة، التي هي تركز على محافظة جنوب الباطنة ومسقط. في الورش هذه اللي اكتشفناه أن هناك فرص عديدة إذا ما تحدثت أطراف، يعني إذا ما تحدث الأشخاص الذين لهم علاقة في أطراف المنظومة هذه مع بعض. أعطيك مثال بسيط، في إحدى الموانئ، أنا ما راح أذكرها، الميناء هذا قريب جدا من المصدر، يعني إذا تسمعوا عن الفاست فاشن، شركات مثل زارا وهذه تعتمد على سرعة التوصيل، كيف يعني يمكن سرعة التوصيل. الميناء موجود قريب منه مطار غير بعيد، الميناء هذا تجمع فيه ملابس لإحدى الشركات المهمة، الملابس قادمة من دولة مهمة في تصنيع الملابس، بنغلاديش. بعد تجميع تتجه هذه الملابس المجمعة
إلى مطار دولة مجاورة وتصدر من ذلك المطار. كيف وهناك في مطار يبعد فقط 15 كيلو وربما نحن نستغل بطريقة أفضل. فالاهتمام بعملية الربط جدا يعني مهمة ولها شأن إن شاء الله في المستقبل. أعطيكم أمثلة أخرى، فتح منفذ الربع الخالي أعتقد أكمل سنة الآن، سيكمل سنة عما قريب. في سنة فقط حركة البضائع التي يعني تداولت مباشرة بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان بلغت 130 مليون أكثر شوية من 30 مليون ريال عماني. حركة بضائع مهمة، لكن كيفية جعل البضائع هذه يعني تؤثر اقتصاديا على محيط المنطقة مهمة، التفكير في هذا الشيء. الموانئ البرية التي ستضيف قيمة يكون فيها تجميع ثم توزيع، بعد التجميع والتوزيع تأتي إضافة القيمة. ربما أنتم تلاحظوا زمان اللي تعد معظمهم شباب، لكن في أيام زمان على سبيل المثال معظم الصابون أو الصابون اللي يأتينا من دول أجنبية كان مكتوب عليه مصنوع في المكان الفلاني في أوروبا، الآن لا، صار الصابون مكتوب فيه إيش؟ مصنوع في الدولة الفلانية المجاورة، يعني إحدى الدول. لماذا؟ أحد شاف عنده ميناء نشيط، راح وأخذ له مخزن قريب، بدأ يأخذ ثم يجمع، بعدين قال تعال خلينا أفكر الآن أخذ المكونات، اتفق مع الشركة المالكة للعلامة التجارية في الدولة الفلانية، أنا بأخذ وببدأ يعني أعمل الباكيجينج. ثم تطورت المسألة، بدأ الباكيجينج، الآن أبدأ أعمل التصنيع وإلى آخره. يعني المنظومة اللوجستية منظومة مكملة في الاقتصاد، ولكن قد تكون منشأ لاقتصاد ناشئ جيد جميل. يعني يحتاج لها معاليك اشتغال من نوع آخر، يعني ما يكفي أن يكون عندك ميناء بمواصفات معينة وأرصفة فيها أعماق معينة وتقول أنا من الدول الرائدة، يعني لوجستيا اشتغال كبير. حاليا مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي معاليك؟ هذا القطاع قطاع جدا نشط، هو من أسرع القطاعات التي رجعت للنمو بعد الجائحة، رجع ينمو بوتيرة 9% في الربع الأول بعد الجائحة مباشرة. هذا العام يعني المساهمة تقريبا 7%، وهي مساهمة جيدة إذا نظرنا للمستهدف في الخطة الخمسية العاشرة من قطاعات التنويع الاقتصادي. المستهدف في إلى 2040 أن نصل إلى 10%، وهذا مستهدف جيد، لكن الأهم في الحقيقة هو تعظيم الفائدة منه في داخل القطاع ومن خلال التكامل مع القطاعات. معاليك، فلسفة إنشاء وإقامة الطرق ستتغير؟ يعني البعض يقول نحن ننشئ طرق بكلفة عالية بمليارات الريالات أحيانا مئات الملايين، لكن ما قادرين نقيس جدواها الاقتصادية. نعم لها أبعاد اجتماعية ما نختلف، لكنه مردودها الاقتصادي قد لا يكون يعني واضح بأكيد انعكاساتها على كل القطاعات، لكنه بنستمر ننفق بهذه الطريقة. هناك عدة أوجه للتحسين في هذا الجانب، وأنا راح أسرد لكم يعني الأهم فيها. هناك أسباب أمنية واقتصادية واجتماعية وأسباب يعني تنموية أيضا نقوم على أساسها ببناء الطرق، لكن الأولويات لازم يعني ننتبه لها بحيث أنها تؤطر ويكون لها يعني ترتيب، يعني يهتم بالأولويات على مستوى الوطن. ولذلك اليوم الوزارة قامت بيعني إنشاء مصفوفة، من خلال المصفوفة هذه يعني نخرج بأولويات الوطن من خلال في يعني في أي طريق قبل الطريق الثاني وإلى آخره. ثم هناك أيضا الجانب الآخر اللي هو جانب المواصفات، مثل ما تحدثت أنت كثير من طرقنا بمواصفات عالية، هذا شيء جيد، لكن التركيز في المستقبل راح يكون على كيلومترات أكثر لنفس الريال. أعتقد من المهم في المرحلة القادمة التركيز على الحصول على كيلومترات أكثر لنفس الريال مع الحفاظ على جودة مقبولة. هذا كيف يتحقق معالي؟ بسيطة،
اليوم إذا ننظر إلى المواصفات يعني هناك مجال كثير لتحسين يعني أو تحسين فعالية المواصفات. بعض المواصفات في الحقيقة يعني ممكن التنازل عنها. يعني على سبيل المثال ليس يعني يعتمد على مثلا كمية الشأن يعني كمية خلينا نقول طريق معين، يعتمد هذا الطريق واصل إلى وين، الطريق هذا أيضا كم يخدم اقتصاديا وكم يخدم اجتماعيا وإلى آخره. من غير المناسب أن كل الطرق يعني تصمم بحيث أنها تكون يعني اللي يسميوها all weather road، يعني هذا الطريق رايح يصمد في كل أحوال كل أحوال الطقس، طريق سريع يربط بين محافظات أو يربط بين يعني بين الحدود، هذا مهم أن يكون هذا الطريق كذا. لكن طريق مثلا يربط قرى ببعضها، قرى ليس من المهم أن هذا الطريق يكون على مستوى all weather road، لا ننزل إلى fair weather. يعني أحيانا نقبل أنه نعم. مثلا أن هذا الطريق يتعطل ساعة أو ساعتين في السنة، لأنه يعني أعطيكم مثال، جينا نبني الطرق أو نحاول إعادة بناء الطرق بعد إعصار شاهين، واحد من الأودية قلنا هذا الطريق سيرجع في المستقبل أنه إذا جاء مطر بنفس الكثافة ربما يتأثر، قلنا خلينا نشوف كيف إذا رفعنا الطريق فوق الجبال. نعم. لما جينا نشوف الميزانية لهذا الشيء طلع تقريبا ميزانية وزارة النقل لمدة سنة ونصف، فهل نحن نسوي هذا الطريق اللي يخدم تقريبا 4 قرى ويخدم حوالي يعني 2000 نسمة بهذا الطريقة أو لا، نقول إن خلينا نقرب نحسنه، ولكن يعني الفعالية في صرف الأموال تكون في الطرق ذات الأولوية الأخرى. فتكلمنا عن الأولويات ثم تكلمنا عن المواصفات، أيضا من المهم جدا الكلام عن أو الحديث عن أن الطرق تبنى لهدف. نعم. وأيضا من المهم الحديث عن التوزيع العادل. لا يمكن أن نستمر يعني في تنمية المحافظات بحيث أن محافظة تأخذ حق أكثر من المحافظة. نعم. فالمهم جدا يعني التأطير. نعم. هذا جانب. نعم. لكن حين الشباب دائما نحب المسؤول اللي يسوي لنا بارض أكثر ويقنعنا حاضرين. أكثر خلنا نأخذ مثال طريق الباطنة السريع. البعض يعتقد معاليك أنه ما استغلينا هذا الطريق الاستغلال الأمثل، الآن الطريق موجود استخدام محدود من الشاحنات ما بين صحار ومسقط، الطريق موجود لكن الوصلات ما كلها جهزت قللت الاستغلال، الطريق موجود الإنارة ما اشتغلت فالناس يترددوا في استخدامه. راضي معاليك عن استثمارنا واستغلالنا لطريق الباطنة السريع، طريق 5 نجوم؟ جميل. خلينا أكلمك عن الأثر الاقتصادي، أرجع لموضوع الأثر الاقتصادي. الطريق هذا طريق مهم وطريق حقيقة نفتخر فيه في إنجازه، لكن الطريق فعلا مثل ما ذكرت إذا كنت تراجع مثلا طالع من مسقط رايح إلى شناص بعد بركة تقريبا بين السيارة والسيارة 500 متر، قليل الاستخدام. لماذا؟ لأن هناك طريق بديل، الطريق البديل يعني نميت المنطقة حوله فترة يعني في لفترة طويلة، أيضا الطريق هذاك يعني أقرب للقرى وإلى آخره. فمع بناء المنظومة منظومة الطريق نفسه، مع بناء البناء المحسوس، مع الصرف على الطرق ومع الصرف على المطارات ومع الصرف على الموانئ، لا بد أن يكون هناك تطور متشابه أيضا في البوليسي ميكينج، في السياسات التي تشجع استخدام الطرق البديلة، التي أيضا تشجع أن يعني تقليل الزحمة في مكان. نعم. ولذلك هناك انشغال الآن في يعني المديرية العامة للطرق والنقل البري في تطوير النقل البري في السلطنة يحلحل هذه الأمور. أيضا لو تلاحظ بالنسبة لطريق الباطنة في نفس الوقت، وهناك أنا أقول لك نحن تكلمنا عن أكثر من طريق في نفس الوقت، كنا نبني طريق هذا وعندنا طريق الباطنة العام اللي كان بتحسين بسيط ربما أيضا يعطينا فائدة جيدة. نعم. زين. أيضا كنا نبني الطريق الساحلي في نفس الوقت، فيعني ترتيب الأولويات مهم، وأيضا ترتيب الأنظمة التي سوف
تعظم الفائدة الاقتصادية من منظومة لوجستية، سواء طرق مثل هذا الطريق أو مطارات أو ما فكرت تجبر الشاحنات في استخدام طريق الباطنة السريع؟ هناك أفكار كثيرة، ولذلك الأخوان في المديرية العامة للطرق مشغولين بهذا الشيء، تطوير قانون النقل البري وإلى آخره. إذا لاحظتوا إعلاميا الأسبوع الماضي طرحنا مزايدة لتتبع وسائل النقل البري. نعم. تستهدف من ضمن ما تستهدف هذا الشيء، تستهدف أن الشاحنات هذه على سبيل المثال لا تقف في الأماكن المحظورة، لا تقف في يعني بين البيوت، لا يعني لا يكون السائق يسوق وهو منهك، لا يكون السائق يسوق 16 ساعة متواصلة. إذا كانت سيارة أجنبية من غير المناسب أنها تنافس يعني شركات النقل الوطنية وإلى آخره. هناك مستهدفات كثيرة نعمل عليها. الشاحنات خربت شوارعنا، محطات الأوزان معاليك لم تفعل بالشكل المطلوب. محطات الأوزان لذلك أيضا في نفس الوسيلة هذه راح يكون في نظام آلي لتتبع يعني حمولة الشاحنات. محطات الأوزان لو لاحظتوا يدوية، هي عبارة عن محطة تنقل من مكان على مكان، والمفتش يوقف شاحنة وبعدين يوزنها. هذا يعتمد على عدد مفتشين عندك، يعتمد أيضا على يعني قدرتهم على سرعة تفتيش الشاحنات. بينما لما يكون عندك منظومة إلكترونية هذا كل ما تحتاجه وتحصل على المعلومة بالإنجليزي in real time. لذلك أقول لك دائما طور المنظومة مع تطوير يعني البنى الأساسية. كان واليوم الحمد لله نحن قاعدين نشتغل على تطوير المنظومة بحيث أنها تعطينا ما يناسب. أعطيك مثال، فيه اليوم تطبيقات أو بعض الأجهزة، في أنا لاحظتها في عدة دول، تكاسي يجي واحد يأخذ، بالنسبة للتكاسي يأخذ يعني تصريح من الحكومة يركب أجهزة على التكاسي. التكاسي من ضمن الأجهزة هذه كاميرات، طبعا الكاميرات لا تحتفظ بالصور ولا توزعها، لكن تعطي معلومات مهمة، ترسل معلومات مهمة مثلا لأصحاب الإعلانات أن المكان الفلاني مزدحم بالبشر، نعم أكيد في هناك حدث أو ابدأ روح سوق هناك، تعطي معلومة مهمة للشركات الأخرى فيما يخص الزحمة وإلى آخره. لابد أن نحن نرفع من مستوى يعني من مستوى استخدام التقنية حتى أن يعني نعظم الفائدة من ما بنيه. الحديث يطول جدا عن قطاع النقل، بعدين التهمة تثبت عليك أنك منحاز لقطاع النقل. أنا أتكل على الشباب حقيقة في التحضير للأسئلة. قبل لا ننتقل لهم بنطوف تطواف سريع معاليك، أول ما أعلننا عن الحلقة جانا سيل من التغريدات وأغلبها عن الطرق، فنحن خضينا مجموعة منها، بس تتفضل معاليك ولو كان بشكل سريع للحديث عن آخر ما أنجز فيها. ممتاز. طريق الرسيل بدبد. طريق الرسيل بدبد ماشي والحمد لله. نتوقع أن يتم افتتاحه بشكل كامل في الربع الأول من 2024. هو يعني الطريق هذا أربع حارات، أجزاء منها اللي للإخوان في الداخلية اللي يلاحظوا أو المسافرين يعني يلاحظوا أن في أجزاء كثيرة قاعدة تكمل، بما فيها أيضا توسعة قصر فنجل. طريق أدم هيمة ثمريت. طريق أدم هيمة ثمريت هو على مرحلتين. هناك أيضا مثل ما تعرفوا كان في تأخر في المرحلة الأخيرة بين أدم وهيمة، والسبب هو يعني أداء المقاول، ومثل ما لاحظتوا في وسائل الإعلام يعني هذا المشروع سحب، والآن نحن بشكل مباشر بالتنسيق مع مجلس المناقصات سنتوجه إلى ست شركات بحيث أنه نعطي المشروع إلى إحداهن بحيث أنه يكمل الجزء هذا. الجزء الثاني الذي هو يعني جزء هيمة إلى ثمريت، هذا نحن نشتغل على تمويله مع الأطراف الأخرى في الحكومة. يعني المشروع كبير والمشروع يحتاج إلى يعني مبالغ كبيرة، فنحاول ونشتغل مع زملائنا في الحكومة للبحث بأسرع وقت عن وسائل التمويل. تمويل تقصد المخصصات المالية أو ابتكار طرق حديثة في المخصصات المالية. الجزء المتبقي من طريق الشرقية السريع، الحديث طال والسنوات تمر معنا. الجزء المتبقي طبعا هذا المشروع
يعني الحديث فيه ذو شجون، لكن باختصار نفس الإشكالية، عندنا مقاول، المقاول تعثر 3 سنوات، الحكومة تحاول أن تسهل لهذا المقاول وتساعده بحيث أنه يعني خاصة وإنها شركة عمانية يعني بحيث أنه يحاول يعني يقف على رجله ويكمل المشروع، ولكن في النهاية فشل واتخذتم القرار، أخذنا القرار، والآن نفس المشروع الآخر سنتوجه إلى 6 شركات وسنطلب منها يعني يعطونا كم راح نكمل هذا المشروع. قرار سحب أي مشروع قرار صعب نوعا ما، عليه أشياء صعب كثير. الناس طبعا ترى بالظاهر وتعتقد أن هذا القرار سهل جدا، لكن بعض الطرق هناك فيها تمويل خارجي، فلابد أن يكون مناسب هذا الشيء للممولين من الخارج. الطريق نفسه يكون فيه ضمانات بنكية، الضمانات البنكية بعضها لبعض الطرق مضمونة من الحكومة، وهناك أيضا خسائر ستتراك يعني ستترتب على سحب هذا المشروع. بعض الطرق أيضا يعني تنشأ من شركات محلية نسبة التعميم فيها مناسبة، فأنت تفكر كثير يعني تحاول أنك بقدر الإمكان ما تتخذ هذا القرار إلا بعد ما أنهكت كل الوسائل. وبعض هذه الشركات ترمي الكرة في ملعبكم عندما تقرر إنهاء خدمات موظفيها يعني. طيب لاحظنا في الفترة الأخيرة وأيضا ربما أنتم لاحظتوا يعني رد الوزارة على مجموعة. نعم. تهيئة طريق الباطنة العام. طريق الباطنة العام الحمد لله مع يعني قررنا مع الأخوان في وزارة المالية أن طبعا كان فيه يعني مبالغ مخصصة لتهيئته من بركة إلى شناص. نعم. وفي نفس الوقت حدث ما حدث فيما يخص يعني منخفض المونسون، فقررنا أن ندمج المشروعين مع بعض، فالآن صارت يعني أسندت الأعمال إلى شركة ستراباك. ستراباك راح تصلح يعني الطريق الأضرار، أضرار المونسون، لكن أيضا الأضرار السابقة التي لها علاقة بأوزان الشاحنات وإلى آخره، وأيضا راح تحسن بعض الجوانب، على سبيل المثال إنشاء 5 عبارات صندوقية تصلح لعبور الشارع من جانب إلى آخر، على سبيل المثال في الملدة التي كان فيها مطالبات كثيرة، وهناك في بعض الأماكن في السويق. نعم. ما أريد أستخدم هذا الوصف، لكن طريق الباطنة الساحلي عبء، أصبح عبء يعني نحن عندنا تتحدث عن الأولويات. نعم. يعني لا، طريق الباطنة الساحلي لابد أن يتم يعني كحكومة لابد أن تفي بالتزامها في إنشاء هذا. نعم. الطريق، ولذلك يعني أعلننا المناقصة، والآن المناقصات يعني ننتظر العطاءات. أعتقد للجزء من بركة للجزء الأول من بركة إلى السويق، لأنه هذا الجزء معظم التعويضات انتهت فيه. هناك جزء آخر لم تنتهي التعويضات فيها، خصوصا في صحم وصحار والخابور. طريق دبا خصب ليما من الطرق أكيد المهمة، وقفت طريق عليها. طريق دبا ليما خصب شخصيا، وأيضا حسب توجيهات جلال السلطان حفظه الله ورعاه، هو هاجس وطني، وهو من أهم أولويات هذه الوزارة. السبب بسيط، أخواننا في مسندم عندهم يعني مشكلة في التواصل فيما بينهم، أيضا هناك أيضا يعني تحدي فيما يخص يعني الجوانب الاجتماعية. أنت تخيل اليوم لا زال في مناطق في عمان مثل في خصب، إذا أحد مريض وكانت أحوال الطقس سيئة يؤخذ هذاك المريض بقارب، هذا غير مقبول ولا بد أن يحل. ولذلك والحمد لله أعلننا عن المناقصة، اليوم استلمنا 5 قبل تقريبا 2-3 أسبوع، استلمنا 5 عروض وهي في قيد التحليل، ونتوقع إن شاء الله في بالكثير إن شاء الله. نعم. على نهاية شهر مارس بداية شهر أبريل يتم الإسناد بإذن الله تعالى. بإذن الله تعالى. شباب جاهزين، فاصل إن شاء الله ولنا عودة مع مداخلات الشباب. إذن مشاهدين الكرام لا تذهبوا بعيدا، فاصل ولنا عودة. في مركز الشباب نأخذك إلى عوالم الإبداع لتتوسع مداركك وخبراتك، حيث يشمل المركز مساحات متنوعة كمرفأ الفنون والثقافة وبيئات مشجعة لمشاركة الأفكار، وورش عمل تفاعلية، ومرسم وقاعة موسيقى، وقاعات للتصوير واستديو صوتي. وإذا كنت مهتما بالتصميم الهندسي والطباعة ثلاثية الأبعاد
هناك مختبر متخصص بهذا المجال، بالإضافة إلى مختبر الطائرات دون طيار والواقع الافتراضي. هناك حاضنة الصناعات الإبداعية تحتضن مؤسسات إبداعية. تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني yc.om للتعرف على خدماتنا. وتحية لكل من انضم لنا في هذه الأثناء. المساحة الآن لمداخلات وأسئلة الشباب، والمجال مفتوح لهم لطرح أسئلتهم سواء في قطاع النقل أو في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات. نأخذ المشاركة الأولى. شكرا جزيلا، أهلا وسهلا بمعالي الوزير الموقر. الأزهر بن محمد المعولي. حياك الله الأزهر. فمعاليكم، عندما نتحدث عن إنشاء منصة حكومية موحدة تعنى بتقديم الخدمات للمواطن، فالتكنولوجيا موجودة والتنفيذ في متناول اليد، لكن الصعوبة الحقيقية تكمن في جاهزية ورقمنة الجهات المقدمة للخدمات. فأولا، ما هي الجهود المبذولة لرفع مستوى الرقمنة لدى الجهات المقدمة للخدمة؟ وثانيا، متى نتوقع إنجاز آخر جهة من الرقمنة؟ شكرا جزيلا. أتوقع معاليك الحديث عن المركز الموحد أو المحطة الواحدة للخدمات الحكومية، البوابة الوطنية. نعم، أو البوابة الوطنية. طيب إن شاء الله. الأزهر، شكرا جزيلا، هذا سؤال جدا يعني مهم وسؤال واسع جدا، ولكن راح أعطي بعض يعني بعض السمات الحكومة الرقمية. من أهم سمات البوابة الوطنية الموحدة، وسوف تطلق في العام القادم. اليوم نحن في طور التناقص، ونتوقع في يعني إن شاء الله بداية السنة القادمة، بداية 2023، سيتم الإسناد. البوابة الوطنية الموحدة سيكون فيها ثلاث مسارات: مسار الإنسان، مسار الموظف، ومسار الاستثمار. اليوم كثير من الجهات تطلق خدماتها الحالة، وهذا اللي تم في السنوات الماضية. الهدف من بوابة أن المستفيد يذهب إلى محطة واحدة لا غير، في المحطة هذه سيحصل على جميع الخدمات. أيضا في المحطة هذه، المحطة هذه تكون استباقية لبعض الخدمات، بحيث أن الإنسان ما يحتاج يروح المحطة، المحطة هي تعطيه تنبيه على تلفونه وإلى آخره، على سبيل المثال تجديد الجوازات أو البطاقات الشخصية وإلى آخره. جزء أيضا من أهم السمات في هذه المحطة أن المستفيد ما يحتاج يتنقل من صفحة يعني وحدة حكومية إلى الأخرى للحصول على الخدمة، ولكن يذهب مرة واحدة. على سبيل المثال، شخص يريد ينشئ، خلينا نقول، مصنع. المصنع هذا له علاقة بوزارة الإسكان حتى يحصل على أرض، له علاقة أيضاً بالبيئة، له علاقة بالتجارة، له علاقة ربما هذا يعني المصنع مختص مثلاً يحتاج غاز، له علاقة بوزارة الطاقة وإلى آخره. المستفيد ما يحتاج إنه يعني يتابع روابط لكل هذه المؤسسات، إنما يروح يريد يكتب أنا أحتاج المصنع الفلاني. النظام يقول له أحتاج منك أنت بطاقتك الشخصية موجودة عندي، والشيء الآخر موجود عندي. أريد منك وصف عن المشروع، أريد منك أيضا دراسة جدوى، أريد منك حمل. ثم النظام بعد التحميل يقول له شيء مثل هذا راح يحتاج أسبوعين إلى ثلاثة، بيأتيك تنبيه على هاتفك. ما يحتاج أنت تتابع أنه إيش صار في المعاملة بين الوحدة الحكومية هذه إلى الوحدة الحكومية الأخرى. فهذه هي البوابة التي نتجه إليها. طبعا اليوم في خدمات حكومية صرف عليها فلوس في الرقمنة، أو صرفت عليها مبالغ طائلة، بعض هذه الخدمات ستستمر كما هي على المنصات الحالية، وعند يعني قدمها سنتين ثلاث أربع سوف ترحل إلى المنصة الوطنية. أيضا من المناسب ذكر هنا أن نحن نستهدف على 2025، ولذلك جوابا على سؤالك أخي الأزهر فيما يخص يعني كم الخدمات سوف أو وين وصلنا،
سوف يعني نصل إلى 80% من الرقمنة في جميع الخدمات الحكومية. الذي تم وأهم إنجاز لنا في العام الماضي من وجهة نظري الشخصية أنه لأول مرة صار هناك فهرس موحد لجميع الخدمات الحكومية. حصرنا جميع الخدمات الحكومية بالتعاون مع إخواننا في جميع الوحدات. كم عددها تقريبا معالي؟ 3000. هذا الحين مشروع التحول الرقمي الحكومي مر عليه سنتين تقريبا معالي؟ لا، مشروع التحول الرقمي الحكومي ايضا بدا كفكره من التسعينات بشكل الجديد. خلنا نقول بعد توجيهات جلالته في انه ينجز في 2025. وافق مجلس الوزراء الموقر على الخطه في شهر يوليو من 2021. نعم، في شهر على نهايه ديسمبر 2020 كانت الخطه جاهزه للنقاش. نعم. اليوم نحن نتوقع أو نستهدف أنه في عام 2025 يكون انتهينا من 80% من رقمنة الخدمات الحكومية. اليوم كم؟ 37%. 37%. نعم. السنة هذه طبعا التفكير في الرقمنة بمعزل عن ما يعني عن الإجراءات التي قبل الرقمنة هو يعني ظلم للهدف من الرقمنة. أهم جزء فيما يخص الرقمنة هو إعادة هندسة الإجراءات قبل الرقمنة. لا يمكننا نستمر على الرقمنة مع إجراءات معقدة وإجراءات يعني تحتاج أنه يكون فيها جزء يدوي ترجع إلى الشخص اللي وقع أو ترجع إلى الشخص. فإعادة هندسة الإجراءات جدا مهمة، ولذلك اليوم نحن نشتغل على منجم. اشتغلنا على منجم في السنة الماضية، بدينا عند الصيف ب45 خدمة بمشاركة مجتمعية حتى نفحص يعني فكرة المنجم ومدى مناسبتها. من يناير عام 2023 سيستمر المنجم لعامين، ويستهدف أن نصل إلى مرحلة بحيث أن نبسط ونرقمن على تقريبا الربع الثالث من العام القادم ما يقارب 100 خدمة في الشهر. نعم، نأخذ مداخلة أخرى بشكل مباشر، تفضل. بسم الله وكفى، والصلاة والسلام على حبيبنا رسولنا المصطفى. أما بعد، سند الناصري، مطلع وطالب في مجال التقنية، تقنية المعلومات، أمن المعلومات. سؤالي معاليك بالنسبة لوزارتكم الموقرة في مجال التحول الرقمي، نوقشت مجالات التحول الرقمي في عديد المؤسسات في الدولة، هل من الممكن أن نأخذ وزارتكم الموقرة مثال جاهز ونموذج للوزارات الأخرى أو المؤسسات الأخرى في التحول الرقمي؟ معاليك، دائما ما نتحدث بلغة الأرقام، ودائما ما نكون على بينة في بعض المشاريع وسرعة إنجازها بما يسمى الخط الزمني في بعض المشاريع، أحيانا يطول وله مسببات أخرى، ودائما نناقش هذه المسببات على مستوى واقع، ولكن مثل ما نرى ما أطول ازدواجية، وهي الازدواجية أدم هيمة ثمريت، هي ازدواجية خدمية تخدم القطاع السياحي في السلطنة، وأيضا خدمية للمواطنين ومآرب أخرى. هل مستوى الخدمات في هذه الطرق يليق بمستوى دولة عصرية؟ والخدمات هذه تأتي تباعا، نحن نعمل على الأساس. نعم. في هذا المجال واضح. وأيضا هنالك في التحول أو الاقتصاد الرقمي، إحنا مررنا بجائحة كورونا، وكانت جائحة كورونا عامة على العالم أجمع. نعم. وتعلمنا منها الكثير. ففي مجال الاقتصاد الرقمي، وعندما نناقش التسهيلات ما بين المواطن وإطار الحكومة والخدمات التي ستكون منبثقة في هذا المجال. لا. آخر نقطة عفوا على الإطالة، هي إطلاق أول قمر اصطناعي. سبق وأن نوقش من قبل معاليك قبل سنتين عن إطلاق قمر صناعي في عام 2024. فهل معاليك ترى من أن القمر الاصطناعي والجدوى والخطط التي وضعتموها تحقيق هذا الإنجاز في الوقت هذا؟ شكرا جزيلا لكم معاليك. شكرا، عذرا على الإطالة. شكرا جزيلا. من المهم معرفته أنه واحد من الأشياء اللي بدينا فيها العام الماضي ولأول مرة هو بداية من 2000، وافق مجلس الوزراء أن بداية من 2022 تبدأ قياس
قياس الأداء، أداء المؤسسات الحكومية فيما يخص التحول الرقمي. كل ربع هناك تقرير يرفع إلى مجلس الوزراء الموقر وإلى حضرة صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه، يعني يبين مدى التغير في الأداء في المؤسسات الحكومية. إجابة مختصرة، وزارتنا ليست أفضل مثال، هناك وزارات أفضل من وزارة النقل والاتصالات تقنية المعلومات. نعم. هناك وزارات تقدمت كثير، هناك وزارات يعتمد على الربع. كثير من هذه المعلومات أو هذه المعلومات حاليا تناقش داخل أروقة مجلس الوزراء. في مراحل قادمة هذا التقرير راح ينشر للعامة، ولكن القياس مستمر. فطبعا هناك 8 مؤسسات حكومية اليوم نحن يعني حسب آخر تقرير تعتبر رائدة في هذا في هذا المجال، وسوف تنشر إن شاء الله نتائجها. هناك مؤسسة حكومية واحدة من جميع المؤسسات للأسف يعني نتائجها تراوح يعني نقطة البداية ولم تتطور، وهناك يعني لقاءات مكثفة مع هذه المؤسسة فيما يخص التحول. نحن نسأل الله أن تكون أمطار خير وبركة في وقت تسجيل هذه الحلقة. فرح ناخذ فاصل إن شاء الله، وبعدها مع هدوء الأجواء نرجع لمواصلة حديثنا وحوارنا. من النهج السامي وتأكيدا لدور الشباب الفاعل الطموح، جاء مركز الشباب برؤية طموحة لبناء مجتمع شبابي يشارك بفعالية وكفاءة ومساحات ابتكارية تستكشف طاقات الشباب توجهها نحو المستقبل المتسارع بعوالمه وتقنياته. عالم يرعى الإبداع، يجمع الأفكار ويبني التطلعات. برامج وتحديات تستثمر الوقت وتسهم في صقل مهارات ومواهب الشباب ليستمر العطاء لهذا الوطن. مركز الشباب، مساحتكم للانطلاق نحو الإبداع. حياكم الله مشاهدينا الكرام مرة أخرى في هذه الأجواء الجميلة والرذاذ اللطيف. إن شاء الله يستمر كذلك لطيف، نقدر نكمل مع المشاهدين بعون الله. كان سند يسأل كذلك معاليك عن القمر الاصطناعي الذي تم الإعلان عنه في وقت سابق، وكان يبدو أنه في مراحل متقدمة، وين وصل هذا الموضوع؟ هو أيضا سأل عن أشياء أخرى، فأنا بجاوب عن السؤال الثاني كان عن الخدمات على طريق جانبي الطريق بالنسبة لأدم صلالة أو أدم ثمريت. هناك مراجعة حقيقة بين 4 جهات حكومية، وزارة النقل، وزارة الإسكان، وزارة الطاقة، وأيضا وزارة التجارة، فيما يخص الخدمات على بعض الطرق المهمة. هذا الطريق أو واحد من الأماكن، وأيضا طريق الباطن السريع الذي كنت تسأل عنه قبل قليل، فهناك مراجعة. ونعم نحن يعني نعرف أن هناك محتاجين أن نرقى بالخدمات على هذه الطرق. بالنسبة للقمر الصناعي، القمر الصناعي طبعا هناك في عدة متغيرات في هذا المشروع، وأنت كما ذكرت المشاريع أحيانا تتأخر ولها مسبباتها وإلى آخره. بالنسبة للقمر، من أهم المكونات هو حجز المدار. حجز المدار شأن دولي، لا بد أن توافق عليه كثير من الدول وإلى آخره. أيضا من المكونات الرئيسية والمهمة تمويل بناء القمر الصناعي هذا، وأيضا حجز إطلاق. الخطة كانت في 2024، نحن الآن نتوقع أن يتأخر إلى 2025 لعدة مسببات من ضمنها حجز المدار وإلى آخره. وهناك كان عندك سؤال آخر فيما يخص الاقتصاد الرقمي. نحن نرى أن الاقتصاد الرقمي لابد أن نلتفت له وننتبه له، ولذلك عندنا خطة لمضاعفة الاقتصاد الرقمي أو مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج الإجمالي المحلي مرة واحدة كل 5 سنوات. الآن لا يشكل إلا 2% من الاقتصاد الوطني، نريد أن نصل فيه إلى 10% في 2040. البداية من استخدام التحول الرقمي الحكومي كنواة لنمو هذا الاقتصاد، ثم في 5 سنوات التالية التوسع في الاقتصاد الرقمي في أهم أربع قطاعات في النمو الاقتصادي: الطاقة والمعادن، اللوجستيات،
السياحة وإلى آخر قطاعات التنمية. وهناك بعد مرحلة أخرى بالنسبة للبدء في التصنيع لما يخص، وأخيرا البدء في التصدير الخدمات التقنية إلى العالم. نعم. فهذا هو بالمجمل إجابة على أسئلة الأخ سلمان. نعم، نأخذ مداخلة جديدة، تفضل ذكرى. ذكريات الحوسني. طبعا لما أتكلم أني جاية من ولاية الخابورة، فإحنا بنتكلم عن الطريق الرابط ما بين مخرج الطريق السريع إلى مركز الولاية، واللي أعتقد أنه عمره صار فوق 25 سنة بالضبط، وقبل شهرين ولله الحمد تم إسناد العمل فيه. نعم. هل في تاريخ واضح للعمل فيه؟ لأن اليوم لما أنا أتكلم وأكون قاطنة أو منزلي من 92 في هذه في إحدى هذه القرى، فأنا مريت على مراحل كثيرة في هذا الشارع، أو ممكن يكونوا أهلي مروا فيها. حاليا إحنا نعاني من هذا الشارع، فهل في تاريخ واضح لهذا الشارع؟ هذا سؤالي الأول. السؤال الآخر، في شبكات طرق وضحت أنها متضررة كثير من بعد إعصار شاهين، فلما نريد نرجع نأهلها أو نريد نرجعها، هل يفترض فينا أن إحنا نرجع بنفس المسار من دون تحسين؟ يعني كمثال شارع وادي الحواسنة إلى الغيزين، شارع جديد، يعني شارع فتح خلال 3 سنوات، يتعرض لإعصار شاهين ويدمر. نعم. بالكامل. نرجع لنفس المسار من دون تحسين؟ هل. نعم. يعقل ذلك؟ بالنسبة للطريق هذا تم الإسناد كما ذكرت قبل شهرين، والخطة أن يتم إنجازه في 22 شهر. ففي 22 شهر إن شاء الله الطريق الازدواجية تكون تامة. أما بالنسبة لما ذكرت فيما يخص وادي الحواسنة، فمثل ما خبرتك الوضع هو أو الوضع الذي سوف يقوم بالمشروع عنده خيارين: يبنيه بمواصفات عالية جدا ويرفع الطريق فوق الجبل ويتكلف مئات الملايين على حساب مشاريع وطنية أخرى مهمة، أم وخصوصا إذا ما حسب يعني يرى تكرار أحداث مثل هذه، لأن هناك طبعا خرائط فيما يخص الطقس والتوقعات للمناخ في المستقبل وإلى آخره تبنى عليها قرارات مهمة. نعم. مثل هذه، إذا كان مثلا لو كانت التوقعات هذه ترصد أن هذا الشيء راح يتكرر مرة كل عام، فمن الضروري أن يرفع. نعم. الطريق هذا. أما إذا كان هذا الحدث لا يتكرر إلا مرة يعني كمعدل كل 20 و30 سنة، من الأفضل أن نقوم بما هو كافي في إصلاح الطرق، بحيث أن الأموال أيضا تستخدم لخدمة. نعم. الوطن في أماكن أخرى. في إذا نحن نوازن في توزيع مواردنا وإمكانياتنا. معليك اسمح لي برجع خطوة شوية للوراء، لما سأل عن موضوع القمر الاصطناعي، نسمع مؤخرا عن حلول الأقمار الاصطناعية منخفضة المدى. نعم. سبيس إكس يمكن خير مثال لذلك. عمان تفكر في حلول في هذا؟ سؤال جميل. هذا اللي يسميون اللو أوربت ساتلايتس، الأقمار هذه منخفضة الكلفة، إطلاقها يتم بطرق مختلفة صغيرة الحجم ولها استخدامات محدودة، أيضا لقربها من المدار لتغطي منطقة أنت يحتاج لك عدد هائل منها. الفرق الآخر بينها وبين الأقمار الصناعية الأخرى، الأقمار الصناعية الأخرى يعني مدة حياتها بين 15 إلى 25 سنة، بينما هذه الأقمار 5 سنوات، فأنت تحتاج دائما إلى تغيير المنظومة في هذه الأقمار، حتى لو كانت هي رخيصة في البداية في التصنيع والإطلاق، لابد أن تستمر في إطلاق أعداد هائلة منها. الشيء نحن طبعا نظرنا إلى هذا الشيء فيما يخص كبديل لإطلاق قمر صناعي، لكن اقتنعنا أن من الأفضل إطلاق قمر صناعي والعمل مع سبيس إكس، وأنا أشرت إلى هذا في مقابلات سابقة، والعمل أيضا مع ون ويب، وهناك عمل حثيث من عدة جهات داخل الحكومة بين الوزارة وبين هيئة تنظيم الاتصالات، بحيث أن نصل إلى اتفاق مع الشركتين الذي ذكرت. نعم. أو واحدة منهم على الأقل لتغطية الاتصالات في الأماكن البعيدة. نعم. بدل الصرف الذي يعني له عائد قليل فيما يخص يعني إنشاء أبراج في مناطق بعيدة. الأقمار الصناعية هذه المنخفضة اللو أوربت راح تساعد في إيصال خدمة إنترنت يعني عالية السرعة في المناطق البعيدة. نعم، بعض الدول تتحدث نوعا ما عن عناد هذه الشركات بأنها تلتزم أحيانا بالتشريعات والاشتراطات التي تفرضها هذه. هذا واحد من التحديات؟ هذا واحد من التحديات. نحن على سبيل المثال واحدة من هذه الشركتين اللي ذكرت صارنا نتحدث معهم من شهر 9 2020 وإلى اليوم، وهم
يفرضوا يعني رأيهم، لأنهم عارفين أن ما في كثير منهم في السوق. نعم. فالتفاوض معهم ليس سهلا، ولكن من إذا ما انتهى التفاوض يكون يعني تكون نتائج يعني ملزمة للطرفين. نعم. ناخذ مداخلة جديدة. منتهى الزجالي، طالبة بكلية الخليج بتخصص محاسبة مالية، وكذلك أيضا رئيسة نادي الابتكار وريادة الأعمال بكلية الخليج. معاليك، ذكرت سابقا أن هناك خطط موضوعة للاقتصاد الرقمي للسلطنة. ما هي رؤية الاقتصاد الرقمي لسلطنة عمان لعام 2040، وهل تم العمل مع بعض هذه الخطط؟ شكرا معاليك. شكرا جزيلا لك منتهى. شكرا جزيلا. أكرر، الهدف مالنا أن نصل إلى 10% من الناتج الإجمالي المحلي مساهمة من الاقتصاد الرقمي، وهذا الهدف يعني ما صعب إذا ما نظرنا إلى الأمثلة الأخرى حولنا في العالم. الصين انتقلت من حوالي 7% إلى 33% في 10 سنوات تقريبا. الولايات المتحدة الأمريكية اليوم مساهمة الاقتصاد الرقمي حوالي 24%. الدول المنطقة حولنا بعضها وصل إلى 10%. نتوقع أن نصل إن شاء الله، ونحن نرى أن هناك إمكانات يعني جيدة، خصوصا إذا ما عرفنا يعني أن المؤهلين في هذا القطاع في السلطنة في تنامي، ولا بد أن ننظر لهم كفرصة بدل ما ننظر لهم كمعضلة، خاصة فيما يخص الجيج إيكونومي أو العمل الحر لخدمة يعني العالم من سلطنة عمان، فيما يخص الخدمات السحابية، الذكاء الاصطناعي، هناك ممكنات نعمل عليها إن شاء الله. الآن كم مساهمتنا معالي؟ للأسف 2%. 2%. مساهمة الاقتصاد الرقمي. نعم. نعم. على كثر ما هي نسبة متواضعة، لكن تعطيك دليل أن الفرص كبيرة. الفرص هائلة. الفرص هائلة. أنا أعطيكم مثال واحد فقط، اللي هو يعني العمل الحر اللي يسمى الجيج إيكونومي. حجمه العالمي اليوم 1.3 تريليون دولار، وينمو بوتيرة 15% سنويا. عندنا مشكلة في حساب مدخلات القطاع، يعني البعض يقول انه ما سابقا ما كنا نحسب بطريقة جيدة يعني مدخلات القطاع الاقتصادي. يعتمد، لكن هناك طريقة مثلى يعني تلتزم بها الدول، واذا ما استعملنا هذاك الحساب فنحن عن تقريبا 2%. نعم. ناخذ مداخلة، تفضل. السلام عليكم. محمود نبهاني، طريق فلك دارس جبرين متهالك. شيء ثاني، ما هو دور الوزارة في تهيئة مؤسسات صغيرة ومتوسطة في مشاريع الوزارة، الطرق أو مشاريع اللوجستية أو الاتصالات؟ شكرا جزيلا أخي محمود. موضوع طريق جبرين بهلة، عفوا فلك دارس جبرين، الطريق هذا طبعا هناك اليوم في طريق سريع يربط نزوة ببهلة، والطريق هذا الحمد لله يعني طريق مناسب جدا وطريق جيد وجديد، لكن هذا ما معناته أن ما ننتبه للطريق اللي ذكره الأخ محمود. هناك خطط له إن شاء الله، سيتم العمل على صيانته، والعمل أيضا على ازدواجية في بعض أجزاء، وخصوصا فيما يخص يعني الجانب الذي له علاقة بتطوير مركز ولاية بهلة، لأن الطريق في نص ولاية بهلة، في مركز ولاية بهلة اليوم حقيقة غير مناسب، ولا بد أن نعمل وبسرعة على تطويره. فيما يخص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مع سبيل المثال في التحول الرقمي، نحن يعني اخترنا أن نعمل مع شركة إذكاء بحيث أنها هي تكون الشركة التي ستشرف على المشروع، ومن المستهدفات ومن جزء من عقد هذه الشركة أنها تسند أعمال بقدر الإمكان أو للشركات الصغيرة والمتوسطة العمانية. اليوم قابلت واحدة من الشركات هذه ودعيت الآخر أنه حتى يزورنا في الوزارة على سبيل المثال. فيما يخص الطرق صارنا أيضا هناك مستهدف 10%، لكن لابد أن نطور المنظومة أيضا فيما يخص الطرق، ولذلك الآن في عمل داخل الوزارة لتطوير المنظومة، ليس فقط للنظر أنه نشوف 10% من الأعمال تكون لمقاولين صغار، لكن ننظر إلى تصنيع بعض الأجزاء. الآن صارنا 50 سنة نبني طرق في السلطنة، دائما الإنارة
نشتريها من الخارج، فنبدأ نعمل برامج إنه يعني نشوف مؤسسات عمانية نطور الصناعات المرتبطة بالقطاع. تعال بضمان من الوزارة أني ما راح أشتري إلا معك مثلا في العشر سنوات القادمة، اعمل مصنع للإضاءة، تعال اعمل عيون القطط اللي هي الكات آيز، تعال اعمل مصنع للأشياء الأخرى. أيضا لابد أن ننتبه إلى التطوير فيما يخص التطوير التكنولوجي، وأنا الآن داخل الوزارة نعمل على مسابقة على سبيل المثال، راح تطرح هذه المسابقة بحيث أن نطلب من المطورين أن يبدوا يعملوا الحواجز الإسمنتية بالثري بالطباعة ثلاثية الأبعاد بدل ما قاسين نشتغل على الطريقة الحالية، ولكن راح يكون هناك بعض المتطلبات لابد من تحقيقها. فشركات التقنية لابد العمانية يعني يطلب منها أن تحقق هذا الشيء، ولكن نضمن لها الشراء لفترات طويلة من هذه الأشياء. نعم، شكرا لك معاليك. نأخذ مداخلة من علوي، تفضل. أهلا وسهلا معاليك، ممتنين لك على وجودك. وكذلك أنا لدي عدة ملاحظات. أبدي صراحة إعجابي بكثير من النقاط، خصوصا مسألة المصفوفة وأولوية الإنفاق، لكن معاليك الآن تقريبا مر على لقائنا قرابة الساعة وعشرين دقيقة، وفي المقابل لم يتم ذكر النقل العام بكلمة واحدة. هذه وزارة نقل قبل أن تكون وزارة طرق، ولذلك أعتقد أن النقل ليس له صيغة واحدة والتي هي سيارة، يشترض أن يكون هنالك حديث عن المترو، ترام، شبكات النقل العام، سكك الحديد، ونقاط أخرى. الاستراتيجية العمرانية مثلا، أنا صراحة صدمت أن الاستراتيجية العمرانية تتحدث عن 20-40 نسبة مشاركة النقل العام 16% من إجمالي الرحلات التي يستخدمها الأفراد، وهي نسبة جدا ضئيلة. دول مجاورة لنا تتحدث عن 40-50-60%، الدول المتقدمة طبعا في أوروبا أو في شرق آسيا تتحدث عن 80-90% من إجمالي الرحلات، وفي دول أصلا تتحدث عن الاستغناء عن السيارات في 20-40 أو 20-50. نقطة أخرى، الشركات العاملة في القطاع اللوجستي، طيران العماني وغيرها، اليوم بعض الدول التي دخلت في قطاع السياحة والاستثمار مثلا في القطاع اللوجستي ارتأت أنه لا توجد جدوى، وهي دول كبيرة في المنطقة مثلا السعودية، ارتأت أنه لا توجد جدوى من منافسة طيران الإماراتية والاتحاد والقطرية، الأولى التركيز على المقاومات السياحية نفسها بدلا من هدر الأموال في قطاع المنافسة فيه هي كالصراع إلى القاع يعني، وقطاع اصلا يعني خاسر عالميا ليس فقط في عمان، حتى في اوروبا وفي امريكا الشماليه وفي كثير من دول العالم. ايضا نقطه ثالثه معنيه بقطاع الموانئ، تشتت الموانئ في الوقت الذي تم انشاء فيه ميناء صحار وصلاله وكذلك ميناء سلطان قابوس، تم الاتجاه لانشاء ميناء الدقم في منطقه بعيده، موظفي الهيئة المعنية بالدقم نفسهم يجدون صعوبة في أن ينتقلوا إليها، وإلى الآن ما أعرف إذا انتقلوا ولا لا مع صدور توجيهات بالنقل، لكن في تشتيت للقطاع بدلا من تعزيز القدرات التنافسية للموانئ القائمة في قلب المدن وتمكينها بشكل سريع. علوي، بشكل أخير سريع، أيضا النقل اليوم، وزارة النقل والاتصالات تقنية المعلومات هي معنية بالاستراتيجية العمرانية، وكذلك وزارة البلديات، يعني لا يوجد أي حديث مثلاً عن طرق المشاة في قلب الأحياء التجارية على سبيل المثال. أنا هل النقل إني ما أقدر أتنقل من مبنى إلى آخر؟ مثلاً أنا الآن في جراند مول ما أقدر أنتقل للأفنيوز اللي هو مجاور له تماماً، أنا الآن في أي مبنى في عمان أحتاج أن أستخدم سيارة حتى أنتقل للشارع الآخر. الذي يحصل أحياناً الطرق بدلاً من أن توصلك هي فعلياً تقطع أوصال المدينة، ليست مدينة سهلة للتنقل لا بالأقدام ولا بالسياكل ولا بالنقل العام ولا بأي وسيلة أخرى إلا السيارات، وهذا مكلف لأن الدولة تدعم قطاع السيارات أولا بأنه ما في ضرائب على السيارات، ثانيا بأن النفط الوقود مدعوم من الحكومة، ثالثا أن الشوارع المواطنين لا يدفعون عليها مبالغ للمواطن ولا الوافد، فهو قطاع يستنزف ميزانية الدولة، يعني قد يكون ثالث أو رابع قطاع من حيث الإنفاق الحكومي إذا استثنينا بند الرواتب، يأتي بند الطرق تقريبا بعد التعليم والدفاع، يعني التعليم والصحة والدفاع ينافسهم، يعني يستهلك نسبة كبيرة من الميزانية بدون قدوة. أضف إلى هذا أن قطاع الإنشاءات المرتبط بقطاع النقل هو قطاع قدرته على توفير فرص عمل للمواطنين تكاد تكون أقل قطاع قادر على خلق فرص عمل للمواطنين، وتوطينها جدا صعب. نقدر نكتفع على نقطة أخيرة، الطريق الباطن الساحلي، تحدثت عن عودة هذا الطريق معاليك، اليوم في دول تنفق مليارات لإعادة المواطنين بدلا من أن تكون طرق سريعة. الطرق السريعة أولا تقتل مهنة الصيد في الحياة البحرية، يعني يصبحوا عاطلين عن العمل،
يعني يرجعوا يعملوا مشاكل حتى يحصلوا على فرص عمل. يعني عوائل وأسر ومجتمعات ارتبطت ببعضها البعض مئات السنين يقال لها تعالوا وتشتتوا في الأرض. أعتقد أن الأولى اليوم أن الحكومة تدرك خطأها. أولاً أنتم عملتوا واحد من أفضل الشوارع في العالم، شارع الباطنة السريع، يعني عندك شارع سريع من أقود الشوارع في العالم، وعندك طريق الباطنة العام، ليش تعمل طريق ثالث أيضاً؟ بدل ما تفكر أنك تعمل سكة حديد مثلاً تربط صحار بمسقط، سكة حديد لنقل الركاب والبضائع والأفراد، يعني ليش أروح أعمل شارع ساحلي آخر وقت للمدينة؟ حتى نضع مساحة للإجابات على كل. النقل العام تقريبا في معظم دول العالم بما فيها الدول المتطورة دائما مدعوم، هناك دعم للنقل العام. أنا ما أعرف إذا أنت كنت هذاك، لكن أنا درست البكالوريوس مالي في قلب لندن وأعرف يقين المعرفة في ذاك الوقت وإلى اليوم معظم خطوط المترو مدعومة، معظم خطوط القطارات مدعومة. يعني الفرق بين إنشاء طريق وبين إنشاء نقل عام أنك لابد أن تنتبه أن هناك يكون في التزام طويل الأمد للدعم، لأن تعرف أن معظم، وأنت ذكرت أن الشركات النقل العام دائما يعني خصوصا شركات الباصات والقطارات وإلى آخره، هذه الشركات الهوامش الربح فيها ضعيفة إن وجدت. ذكرت في آخر حديثك موضوع قطار بين صحار وبين مسقط، بالنسبة ل أول شيء بناء قطار بين صحار ومسقط مقارنة ببناء طريق تقريبا 3 أضعاف الكلفة، ثم تشغيله يعني عوائده مستحيلة، يعني خصوصا إذا ما عرفنا أن كمية الركاب ضعيفة. ربما إذا قمت بطريق أو قمت بقطار مثل هذا راح يعتمد كثير على كمية البضائع التي تنقل. طبعا أنا أتكلم من معرفة لأني كنت في فترة من الفترات عضو مجلس إدارة في قطارات عمان. أيضا تحدثت أخوي يعني علوي عن موضوع الطائرات، كان الحديث عن موضوع الطائرات. النقل العام من الجيد المضي قدما في تشجيعه ما دام أن يعني أننا نقدر نتحكم في الكلفة. أرجع لك لهذا السؤال، لكن عندنا أرقام معاليك حاليا لمستخدمين النقل العام، نحن يعني نريد هناك تصاعد. شركة مواصلات قبل الجائحة وصلت إلى تقريبا 2 مليون مستخدم للنقل العام، لكن لابد اليوم انخفض هذا العدد كثيرا. لكن يشكل نسبة كم يعني معاليك في الاستخدام إذا كانت تحضر في بعض الأرقام؟ ما بسيطة صراحة، ما أقدر أتذكر بالضبط كم هذا يشكل. لكن هناك أيضا عندنا دراسات اليوم بالنسبة لمترو مسقط، في فريق تو أنشئ لدراسة مترو مسقط على سبيل المثال. الحماس جيد فيما يخص هذه الأمور، لكن الانتباه إلى الأثر الاقتصادي مهم جدا، بحيث أن ما نقوم بخطوات متسرعة تسبب لنا أذى على المدى البعيد. أيضا تكلمت عن الطيران، طبعا أنا ما في موقع أني أجاوب عن موضوع الشركات خسارتها من ربحها وإلى آخره، لكن الشركة لأن هناك يعني جهاز مختص هو مسؤول عن هذه الشركات. بس أجاوب على جزئية واحدة لأن أنا درست هذا الموضوع بعمق في وقت من الأوقات، ولسبب يعني من الأفضل يعني ما يتسع الوقت أني أذكره. معظم شركات الطيران اللي يسميوها الليجاسي إيرلاينز، مثل الطيران العماني، طيران الإمارات، طيران، صدق أو لا تصدق معظمها تربح. أنت ذكرت أنها ما تربح، هي تربح إذا ما قمنا بالعمل بطريقة صح راح تربح. في وقت من الأوقات ممكن أعطيك الدراسة هذه تقرأها على رواقة وقول لي. طيب الأخوان في المملكة العربية السعودية، أنت ذكرت على سبيل المثال أنهم ما قرروا يسووا خط طيران، بالعكس هم أعلنوا قبل كم شهر شركة طيران كبيرة، وكنت أهني وزير النقل السعودي قبل فترة بسيطة بهذه الخطوة. لا ما اقتصادية، ري أو شيء ما اقتصادية، ليجاسي إيرلاين متوجهين لها ومتوجهين بشكل كبير 100%. جزئية الموانئ عندنا أصحاب وعندنا صلالة والدقم. أعطيك مقارنة بسيطة، اسمح لي بس أخوي يعني علوي. الموانئ في الحقيقة ما مهم كم كميتها، لكن مهم تعظيم الفائدة منها. يعني دولة مجاورة تقريبا طول الساحل فيها ربع
طول الساحل العماني إذا ما أقل، فيها 24 ميناء. وكل هذه الموانئ بعضها عندهم مشاكل لكن معظمها نشيطة، فما يضر يعني كمية الموانئ، لكن اللي يضر قلة التركيز على تعظيم الفائدة منها وتنشيطها اقتصاديا. الشركة المسؤولة عن تشغيل الميناء زائد المنظومة اللوجستية كلها لابد أن تترابط بحيث يكون هناك في نشاط اقتصادي. عمان فيها 3 موانئ نشطة، ومن المفروض من وجهة نظري ما يضر أن يكون في موانئ أكثر. نعم، دعني معالي أسأل السؤال بطريقة مختلفة نوعا ما. ميناء صلالة وميناء الدقم يقوم بأدوار متشابهة ولا لكل ميناء خصوصيته ويكمل الآخر؟ سؤال جميل. بعض الأدوار متشابهة، على سبيل المثال الترانس شيبمنت أو اللي هي يسميها يعني التعمير الترحيل، إعادة التصدير. ميناء صلالة يقوم بدور أكبر مقارنة بميناء صحار. ميناء صحار الاستهداف منه يعني تنشئة صناعة ونجح بشكل كبير في هذا الشيء. ميناء صلالة يعني من الجيد الآن لأنه صار له يعني يعمل من عام 97 بالوتيرة هذه، الآن في مراجعة هل نستمر بهذا النسق أم نغير. اليوم الأشياء اللي نحن نشوف في ميناء صلالة أثر الاقتصادي على المحافظة، وأيضا لعبه يعني هل جالس يلعب دور يعني في محيطه، ومن المفروض أن ننشط هذه الجانبين. وهل جالس يساعد المنظومة الأخرى في اللوجستيات مثلا التصدير والاستيراد مع يعني اليمن، أيضا النشاط مع المطار، هذه كلها تراجع وقاسين نشتغل عليها. تكلمت عن صلالة وصحار الدقم، طبعا ميناء الدقم يعني طبعا أنا ما أتحدث عنه لأنه في هيئة مختصة مسؤولة عن الميناء، من الأفضل لأن أنا ما عندي آخر معلومات عنه. نعم، طيب نأخذ مداخلة، تفضل. سعيد الغيلاني، معليك استمتعت بحديثك خاصة عن موضوع عادة تقييم الأولويات وتوجيه المشاريع التنموية برؤية اقتصادية واجتماعية، بس عندي تعقيب معليك على موضوع النقل. طبعا النقل عندما النقل العام اتحدث عندما ننظر له من منظور الربح والخساره، هو طبيعي يعني في كل دول العالم هذه مشاريع النقل العام لا غير مجديه، لكن عندما نتحدث عن المضاعفات الاقتصاديه، لما نتحدث عن موضوع مثلا دعم المؤسسات الصغيره والمتوسطه، النقل العام اكثر كفاءه، اكثر يجعل الاقتصاديات المدن اقوى. اذا نظرنا الى المدن المعتمده على السياره اعتماديه كبيره كما هي الحال في مدن عمان في دول شمال امريكا، نجد ان اقتصاديات تنهار بسبب الاعتماديه الكامله على السيارات. فانا اتوقع ان مساله دعم القطاع النقل العام، وعندنا مثال جيد ومواصلات، هو مهم جدا بالنسبه لاقتصاديات المدن، يدعم المؤسسات الصغيره والمتوسطه واشياء كثيره. طبعا في دراسات كثيره ومستفيضه، والدليل على ان الدول الاوروبيه كثيره تتجه الى الغاء الطيران المحلي الدوميستيك فلايت ودعم وسائل النقل العام مثل القطارات والمواصلات السريعه والاكسبرس باسز لان جدواها الاقتصاديه افضل. وايضا خطط الحكومه للتوجه الى الحياد الصفري، الى استدامه الموارد الطبيعيه، كلها يدعمها النقل العام. في اتفاق انه هذا القطاع يحتاج الى دعم، وهذا ما ذكره معالي. يعني نحاول نغير الرؤيه للربح والخساره الى المضاعفات الاقتصاديه اللي يجنيها النقل العام. متفقين. طيب انا عندك سؤال ثاني؟ اي عندي سؤالين من فضلك. يعني تفضل بشكل سريع. طيب السؤال الثاني، تحدثنا كثير عن النقل التجاري مثلا او التبادل التجاري على مستوى بزنس تو بزنس بي تو بي، لكن ايضا معاليك نحن نحتاجنا ايضا ننظر الى البي تو سي البزنس او النشاط التجاري الى الافراد، وهو مصدر قوي لتمكين التجاره الالكترونيه على سبيل المثال ودعم المؤسسات الصغيره والمتوسطه او ما يسمى الميل الاخير، محتاجين دعم هذه المنظومه. اليوم معاليك بغياب مثلا مشروع عنونه فعال وواضح في المدن العمانيه، كيف ممكن ندعم نحن هذا المشروع وايش تطلعات الحكومه؟ السؤال الثالث على الاخير، معاليك الذكاء الاصطناعي، يعني قبل ايام شفنا شركه شات جي بي تي اطلقت المنتج مالها اللي هو لها شركه اوبن اي اي، ونقله كبيره في مساله الذكاء الاصطناعي، كيف تنظرون الى اعاده تاهيل التعليم في عمان والكفاءات والابتكار ايضا في مواجهه هذا التحول الكبير في مجال التقنيه؟ طيب شكرا جزيلا. اجاوب باختصار وعلى وبسرعه. النقل العام شيء صحي، مره ثانيه اكرر، ومن الجيد الاستمرار فيه ونموه. لابد أن يصاحب هذا الشيء تغيير في السياسة العامة في الأشياء الأخرى، كلفة شراء السيارة،
كلفة تشغيل السيارة وإلى آخره. فالعمل لابد أن يكون يعني مناسب ومدروس بشكل جيد. ولذلك واحدة من مهام الأخوان اللي يدرسوا المترو الآن إيش نغير في السياسات حتى إنه أيضا المترو يكون أكثر جاذبية. وحتى على سبيل المثال أنت ذكرت موضوع المواصلات العامة والباصات. نعم. أيضا هذا الشيء مهم، يعني من الأشياء الأخرى المهمة اللي نعمل عليها الآن هو الحياد الصفري. الحياد الصفري له علاقة بالنقل العام، أيضا له علاقة ب يعني نوعية والكواليتي أو جودة المواصلات وإلى آخر. كان عندك سؤال آخر فيما يخص العنونة. عن العنونة هذا مشروع أسند لوزارة الإسكان وشغالين عليه حسب علمي. السؤال الثالث كان عن الذكاء الاصطناعي. كان عن الذكاء الاصطناعي عندنا مركز، ما أعرف ربما أنت الأخ سعيد شاركت في الانتخابات أول أمس ولا طيب للعلم في الانتخابات هذه أو في النظام اللي أطلقته وزارة الداخلية كان الذكاء الاصطناعي حاضر بقوة. الشخص يصور بطاقته من الهاتف والهاتف يستعمل النظام التحقق التعرف. كان اللي نتج عنه أنه كان هناك دقة 98% ونجاح هائل صراحة لوزارة الداخلية وللحكومة. نعم. شخصيا أراه يعني هذا. ولذلك هناك عمل حثيث من كل الجهات الحكومية على التشجيع في استخدام الذكاء الاصطناعي. ميناء الحاويات في صحار استعمل الذكاء الاصطناعي وحقق لهم وفورات وحقق لهم فعالية أكثر في حركة البضائع. نعم. معاليك جزئية دور قطاع النقل وهو من القطاعات التي تصنف من أكثر القطاعات التي تنتج عنها انبعاثات كربونية. نعم. ونعرف مؤخرا تم طبعا إطلاق واعتماد خطة الحياد الصفر 2050. ما هو تارجت أو مستهدف قطاع النقل في تقليل هذه الانبعاثات؟ هل هناك نية لزيادة نسبة السيارات التي تعمل بالطاقة البديلة أو السيارات الكهربائية مقابل السيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري؟ إيش تارجتكم؟ طيب الحياد الصفري طبعا هو عنده خمس قطاعات مهمة من ضمنها النقل. معظم الانبعاثات في قطاع النقل يأتي من السيارات الصغيرة اللايت فيكلز سيارات الركاب. الاستهداف الآن الاستهداف الأول إيجاد السياسات المناسبة لتشجيع استعمال السيارات الكهربائية، فهذا طيب. المستهدف الأول. ولذلك إذا لاحظتوا عدة شركات في السلطنة بتشجيع من الحكومة أطلقت مواقع للشحن، وواحدة منها أنا كنت حتى حاضر في الافتتاح 75 شاحن قبل نهاية هذا العام، 250 قبل نهاية العام المقبل بالسيارات الكهربائية. السيارات الكهربائية في عدة مناطق في السلطنة. أما فيما يخص نقل الشاحنات أو النقل اللي هو السيارات النقل الكبيرة، فالهدف أصعب لأن إلى الآن التقنية تطور عالميا ونحن نعتقد أن هناك راح يكون استخدام كبير للهيدروجين في هذا الخصوص. لكن الاستهداف لنا أنه في 2050 كوزارة نقود التحول الى يعني الى الحياد الصفري في قطاع النقل. تريد تكشف معاليك عن نسبه ورقم معين مستهدف لتقليل صفر انبعاثات في 2050 في قطاع النقل؟ في قطاع النقل. نعم نعم. ناخذ مداخله وسؤال. الكعبي عالمه بيانات. معاليك انا عندي فقط يعني استفسار بسيط بالنسبه ما هي الخطط قصيره المدى لادخال التقنيات الحديثه اللي هي مثل ما ذكرت انت معجب بوزاره الداخليه لادخال الذكاء الاصطناعي. انا فقط حابه اسال يعني ما هي الخطط قصيره المدى لوزاره النقل لادخال هذه التقنيات اللي هي الذكاء الاصطناعي وايضا علوم البيانات في الطرق الحيويه في السلطنه، مثل ما نقول مثل نباها تزيد نسبة الأمان أو السيفتي في هذه الطرق. طيب شكرا لك. شكرا جزيلا أختي مريم. أنا ذكرت قبل شوية أن هناك جالس يحصل تحديث في النقل البري في المديرية العامة للطرق والنقل البري، من ضمنها أطلقنا مزايدة في الأسبوع الماضي للشركات حتى أنها تدخل في منافسة على امتياز لتتبع وسائط النقل البري. من ضمن هذا الامتياز
هو يعني حصد البيانات فيما يخص الشحنات هذه من متوجهة، هل السائق في حالة تسمح له أن يقود أم لا، هل السائق هذا قاد الشاحنة مثلا أكثر من 4 ساعات متواصلة من غير أن يستريح، هل السيارة هذه موقفة في مكان آمن، هل السيارة هذه موقفة في مكان محظور وإلى آخره، فهناك خطة ونحن نعمل عليها إن شاء الله. نعم، شكرا جزيلا لك معاليك. زميلنا يونس يشير أن عندنا تقريبا 5 مشاركات متبقية وفي الوقت عندنا يمكن 10 إلى 15 دقيقة، فنحن ما نريد نزعل حد، بناخذ كل المداخلات ولكن عاد ماراثون سريع. تفضل يا سؤال أحسن. تحيات لك مع الوزير. سؤال واحد اللي هو الغراقات اللي موجودة في السويق في البداية معنا عندك يعقوب الكيومي والسيد زين السويق غراقتين لما يأتي الوادي ما شاء الله يعني البداية تغرق كامل اللي في نص السوق صحيح؟ ايه في نص السوق عارفن معروفة مر علينا شاهين بعد خاطفة علينا شاهين كذا زين طيب هذي يعني مو شوية صعبة زين كمل هذا عرفت اني السؤال الثاني اللي هو خط باطن الخط الباطن هذا الرئيسي نعم حارتين يعني مسارين نعم قصدك اذا في مجال الزحمه ما شاء الله يعني لما تروح للبلاد تقعد 4 ساعات 5 ساعات في الشارع طيب مع الشاحنات واضح يعقوب شكرا طيب احسنت اخوي يعقوب بالنسبه للغراقات الصغيره هذه ذكرتها انا اعرفها وجزء من نطاق عمل الشركه التي تعمل الان على يعني ترقية طريق الباطنة وأيضا إصلاح أضرار يعني منخفض المونسون سيكون إن شاء الله شاهين توسيع لا مونسون في نعم في المونسون هذا شاهين كان شيء آخر اللي هو المعبر الكبير هذا اللي قبل القصر نعم أما اللي تذكر أنت اللي في وسط السوق عرف إنه راح تشوفه نعم في جزء في واضح عمل واضح من ضمن نطاق العمل فيما طيب يخص توسيعة طريق الباطنة العام إلى 3 حارات أنا شخصياً أرى أنه من غير المناسب أعطيك جواب مختصر من غير المناسب لأن في طريق سريع آخر نعم. أيضاً توجيه يعني الأموال يكون مفروض بشكل عادل بين المحافظات اليوم الباطنة فيها طريق راقي طريق سريع راقي ولاية السويق فيه لها ربط بالطريق هذاك من الأفضل يعني أنه نعيد ولذلك لما أقول لكم نحن قاعدين نشتغل على يعني قانون النقل البري ولا بحيث نكون في سياسات ل يعني تحفز استعمال الطريق هذا طريق الباطنة السريع بحيث انه اللي ما مفروض يستعمل طريق الباطنة العام لا يستعمله ويسبب الزحمة اللي ذكرتها بدل ما ننفق نحن اموال نعم في توسيع الطريق وهناك طريق بديل نعم وقلنا طبعا في بداية الحديث خيار واحد الشاحنات اذا كانت هكذا في هكذا تكون في ذاك الطريق طيب ناخذ مداخله تفضل بشكل سريع السلام عليكم محمود العامري معاليك تحدثت عن القمر الصناعي وتاجيله الى 2025 معاليك سياسه السلطنه في قطاع الفضاء هل اعتمدت هذه السياسه والسؤال الثاني وين تروا السلطنة في قطاع الفضاء نعم. بالنسبة للدول الأخرى بما أننا نحن الحين جالسين نشتغل على قمر صناعي هل وزارة النقل عندها خطة لتأهيل نعم الكوادر الوطنية في إدارة هذا القمر الصناعي واضح أو عمل مثلا وكالة فضاء شكرا ذكرنا هذا السؤال حتى في بداية اللقاء في المقدمة طيب. عندنا مركز الوطني للفضاء والتقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي إيش وضع المركز؟ ما نسمع كثير عنه زين سؤال جميل شكرا جزيلا أخوي محمود وشكرا عبد الله على هذا السؤال فيما يخص الفضاء للعلم السلطنة إلى وقت قريب يعني ما قمنا بدراسة مستفيضة عن إيش هي سياستنا في الفضاء تكلمنا عن القمر الصناعي حتى قبل ما تكون عندنا سياسة للفضاء الحمد لله يعني قمنا بعمل مع يعني مختصين من إحدى الدول الأوروبية في هذا الجانب وخلصنا إلى سياسة الآن سوف ترفع إن شاء الله إلى مجلس الوزراء الموقع جهزت الدراسة جميل. يعني أنا ما أريد أوصف الدراسة لأن من المهم جدا حاجة صغيرة لكن يعني كانت الدراسة هذه أو التي خلصت له الدراسة يعني خلصت إلى اتجاه معين إن شاء الله راح ينتبعه في السلطنة وراح يكون وراء برامج تحفز القطاعات التي نحن نرى أنه لابد أن نشتغل عليها فيما يخص الفضاء نعم.
كان محمود للعلم من جزء يعني شيء مهم نتعلمه. تقريبا الدول حوالي يعتمد على الدولة، لكن معدل الدول 0.5% من اقتصادها يكون في ما يخص الفضاء. معظم الدول الخليجية والعربية هذا الرقم جدا متدني، وأيضا هذا يشمل السلطنة. ولذلك نحن نعمل على يعني برنامج سوف إن شاء الله يعني يعطينا المجال بحيث نتوسع في هذا. فهذا جزء من عمل المركز الذي يعني ذكرته، وإن شاء الله نحن نحاول قبل يعني الربع الثاني من العام القابل أن يعني نحصل على الموافقة على سياسة الفضاء. محمود أشار إلى موضوع بناء القدرات الوطنية في هذا المجال. بناء القدرات الوطنية في هذا المجال يعني خاص القمر الصناعي، إذا كنت تتحدث عن القمر الصناعي فضاء بشكل عام، في الفضاء بشكل عام هو من خلال السياسة. فهناك جزء يختص كثير يعني إشارة في المهارات. في القمر الصناعي نفسه أيضا هناك مستهدفات للشركة التي صراحة المسؤولة عن إطلاق القمر هذا. نأخذ مداخلة. السلام عليكم، موزة الرحبي، معلمة عضو في جمعية فلكية. بالنسبة للموضوع اللي كان بطرحه وسبقني فيه الأستاذ محمود، الحين إكمال حالة اللي هو مدى التنسيق بين وزارة النقل وبين وزارة التربية والتعليم في تشبيع المناهج العمانية بالذكاء الاصطناعي، بما أن إحنا نتكلم الحين عن اللي هو الاستفادة من الاقتصاد الرقمي، في تشبيع المناهج بهذه بالرقمية والذكاء الاصطناعي كذلك بالفضاء، بأن الفضاء أصلا بيكون فيه مجال بإذن الله تعالى له دور كبير أصلا، وخصوصا الأبحاث العلمية لها دور كبير في زيادة اللي هو التطور، وهذا يعني تطور البلدان. يعني نود أن نرى ما هي خططهم وما هي استراتيجيات وزارتكم على المدى القريب أقل شيء. شكرا جزيلا لك أستاذة موزة. شكرا جزيلا أستاذة موزة. فيما أنا أتكلم عن كل ما يخص الاقتصاد الرقمي، هناك 8 مكونات للاقتصاد الرقمي حسب الخطة. المكون الأول التجارة الإلكترونية، المكون الآخر الحكومة الرقمية، المكون اللي بعد الذكاء الاصطناعي، برنامج الفضاء، وإلى آخره هكذا دواليك. كل هذه المكونات الآن هناك حوار، وحوار مستمر بيننا وبين وزارة التربية والتعليم حتى يكون فيها يعني يكون في يعني مراجعة لبعض المناهج بحيث أنها تشمل يعني مكونات تختص. وفي الحقيقة وزارة التربية والتعليم بادرت أيضا لحالها قبل ما حتى نحن نجهز البرنامج هذا في العمل على بعض الجوانب، على سبيل المثال البرمجة ونوعية البرمجيات التي راح يعني يدرس عليها النشأ. فهناك يعني حوار مستمر في هذا. شكرا معاليك. خير معاليك، سعيدين بوجودك. محمود رقيشي، موظف بأحد شركات النفط. معاليك، يعني يؤسف احنا يمكن نتحدثنا عن التقنية والذكاء الاصطناعي وكل ما يذهب إليه العالم في اليوم سريع في هذا الاتجاه. أنا أتحدث في جهة أخرى عن الخدمات المقدمة حول الطرق الرئيسية في السلطنة. اليوم من المؤسف إحنا، وهذه ممكن مناشدة القديمة جديدة يعني، ودائما نشكي عن أنه أغلب الخدمات المقدمة على أغلب الطرق السريعة تكون أقرب للسيئة للأسف الشديد. نتحدث عن جميع الخدمات العامة اللي موجودة ده، خصوصا داخل محطات التعبئة الوقود. هذه المحطات تفتقد لأدنى مستويات الخدمات العامة، وكأنها تحولت إلى ملكية خاصة. اليوم احنا نتحدث معاليك عن كثير من المحطات، وهذا الأمر الذي أتحدث عنه استياء داخلي قبل أن نتحدث عن الاستياء الخارجي. أغلب سوار السلطنة تعليقاتهم وردود فعلهم حول الخدمات المقدمة حول هذه الطرق، تقف على أحد المحطات في أحد الطرق الرئيسية في السلطنة، تكتشف بعد منتصف الليل لا يوجد حتى أدنى ربما مكان تشتري منها ماء. هذا أعتقد اليوم مؤسف أن احنا لازلنا نتناقش عنه. أعلم أنه هناك في تداخل هذه الجهة بين وزارة التجارة والصناعة وربما وزارة الطاقة وربما وزارتكم الموقرة، ولكن للأسف لا توجد جهة معينة تضبط هذه المعايير وتقود من خدمة الطرق المقدمة حول هذه الطرق. شكرا لك محمود، جاوبت على هذا السؤال. أنا جاوبت على هذا السؤال، وفي الحقيقة العمل هذا اللي قاس أيضا معنا وزارة السياحة على فكرة في بعض هو يعني ضبط الإيقاع فيما يخص هذا يتم عن طريق اللجنة المالية والاقتصادية، ولذلك اللجنة يعني وجهت أعضاء الحكومة الموجودين في اللجنة الوزارات الأربع هذه زائد وزارة السياحة في العمل على تقويض الخدمات هناك. فهناك عمل
لا يعني قائم، وإن شاء الله نتمنى نتائجه في أسرع وقت ممكن. نعم، نحن نأخذ آخر مداخل اليوم. ضبط الميكروفون خلاص ما شاء الله عليك طويل. نتكلم عن المحطات. تفضل. السلام عليكم معالي الوزير. ماجد الفرعي، مصور فلكي. معاليك ذكرت عن أبرز المشاكل أو المقدم عن إنارة الشوارع هذه، ما هي جهودكم مع وزارة أو هيئة البيئة بخصوص هذه نوعية الإنارة المستخدمة في هذه الطرق؟ كما نعلم أن أهمية الحفاظ على أضواء النجوم أهمية قصوى من حيث الأهمية البيئية، من حيث البيئة الإنسان الصحة، ما هي هذه الجهود؟ ونحن نعلم أن جميع المناطق بها طرق كانت سريعة بطيئة، فهل ممكن أن يكون بعد 2040 سنجد عمان كلها منارة بهذه الطرق ولن نشاهد إلا القمر في المساء؟ نعم، صبر شوية ماجد، أنا بصراحة المداخلة شوية جديدة بالنسبة لي، يعني مو باغي أنتم أتزعل ثلاثة أرباع العمانيين. أه؟ طبعاً أنا ضد إنارة الشوارع أو خاصة سريعة، ولكن إنارة الشوارع يمكن نقولها مواصفات خاصة، وهيئة البيئة عندها هذه الدراسات. نعم. فيكون في تداخل مع بين وزارة النقل وهيئة البيئة في هذه نوعية لهذه الإنارة التي تحافظ على البيئة. نعم. البيئة مقصود بها ليست البيئة الأرضية، إنما بيئة السماء. وأنت مصور فلكي؟ ولا مصور فلكي طبعا، تبحث عن الصور الجميلة. أي نعم، محتاج إضاءات قليلة في الأرض على أساس تستمتع. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، ذكرتم سياسات الفضاء، ليش سياسة الفضاء لم تداخل معها سياسة الفلك والفضاء وأهمية الفلك في اكتشاف الكواكب، ونعلم أن الدول تتسارع في اكتشاف هذه الكواكب. نعم. طيب، شكرا لك يا ماجد، بارك الله، يعطيك العافية. أنا أجاب على السؤال الثاني لأنه أسرع. طيب، جواب عليه. فيما يخص سياسة فيما يخص الفلك، هناك جزء من السياسة هذه أشياء تتعلق بالفلك، فأنا أطمن يعني ماجد أن هذا الجانب مغطى. فيما يخص الإنارة في الحقيقة نحن نعمل على جوانب معينة في يعني لتطويرها بحيث أنها تواكب المتطلبات البيئية، خاصة يعني فيما يخص نوعية الإنارة ومصدر الطاقة لهذه الإنارة. أما فيما يخص يعني أهمية النجوم وأهمية، فطبعا السلطنة حتى واحدة من يعني من أوائل الدول التي خصصت محمية خاصة بالنجوم. من الضروري أيضا العمل في المستقبل، وهذا ربما راح يساعد بحيث أنه يكون يعني ساعات الإنارة، وهذا لابد يكون عمل بين الوزارة وبين المحافظات، يعني تكون ساعات معينة وقد يساعد هذا الشيء. نعم، شكرا جزيلا لك معاليك، شكرا لك ماجد. نحن وصلنا للختام، عسى استمتعت معنا معاليك ومع الشباب ومداخلاتهم. والله أنا استمتعت كثير، وأيضا يعني هذه أول مقابلة تلفزيونية في النص يصير مطر ونضطر نوقف، بركات يعني شيء جميل. الله يعطيكم الصحة والعافية، وأشكركم على يعني الاستضافة، وأيضا أنا يعني شخصيا مطمن الحمد لله يعني بوجود اهتمام الشباب في جميع مناحي الحياة، وأيضا وجود يعني شباب يعني يستشرق أو يستشرف المستقبل ويعمل مع الحكومة لتحقيق مستقبل أفضل للسلطنة. شخصيا أنا فرح، ولذلك يعني أتمنى إن شاء الله أكرر هذا الشيء في وقت لاحق بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا لك معاليك، سعيدين جدا أنك موجود اليوم معنا، ونحرص دائما طبعا من خلال استضافتنا لأصحاب المعالي الوزراء في مختلف القطاعات والمجالات أن تكون هذه الشراكة حاضرة، ومثل ما شفت معاليك يمكن حتى اختصاصات الشباب الحضور متنوعة، كان ختامها مسك مع ماجد المتعصب للنجوم. إذن مستمعينا ومشاهدينا الأحبة، بعدني متأثر بالإذاعة، وصلنا معكم إلى نهاية برنامجنا اليوم في مع الشباب. تقبلوا تحيات مخرجنا إبراهيم الشريقي وفريق العمل، في أمان الله.